السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليمية. بعد أن قدمنا نماذج للمشاريع الخمسة المتعلقة بالمستوى الخامس ابتدائي، اليوم إن شاء الله سنتعرف على آخر مشروع وهو المشروع الوحدة السادسة، ويتعلق بإنشاء ملصق التعريف برياضة من الرياضات. ملصق التعريف برياضة من الرياضات. إذن سنضع في هذا الملصق أو سوف نتكلم فيه عن رياضة معينة، وصف قوانينها، تاريخها ونشأتها، أشهر أبطالها وأبطال المغاربة يلعبونها. أولاً، الملصق يمكن أن نشتغل على ورقة عادية أو ورق مقوى أو قطعة ملف هي سنشتغل عليها كملصق باستعمال الغراء يعني اللصاق والمقص. نبحث عن صور تتعلق برياضة معينة، صور يمكن أن نجدها في الجرائد، في كتب قديمة أو في المجلات. أيضا سنحتاج صور لبعض اللاعبين أو الرياضيين في رياضات مختلفة، مغاربة وأبطال عالميين، ثم نقوم بإلصاق هذه الصور في الورقة وإرفاقها ببعض المعلومات. قمنا بإنشاء ثلاثة نماذج يعني ثلاثة رياضات مختلفة. سنتعرف على النموذج الأول أو الملصق الأول ويتعلق برياضة كرة القدم. نوع الرياضة كرة القدم، وصف قوانينها. كرة القدم تلعب بين فريقين يتكون كل واحد منهما من 11 لاعبا. تلعب بكرة مكورة تلعب في ملعب مستطيل الشكل. الهدف من اللعبة هو إدخال الكرة في مرمى الخصم. تاريخها ونشأتها، سنجد اختلافات كثيرة حول نشأة بعض الرياضات، وسنختار ما هو مناسب أو التاريخ الأقرب إلى عصرنا. يعود تاريخها إلى سنة 1710 حيث ظهرت في المدارس الإنجليزية. أشهر أبطالها نيونيل ميسي، يمكن أن نختار لاعبين آخرين كثر. أبطال المغاربة يلعبونها، هناك حكيم زياش وأشرف حكيمي. هذا نموذج لرياضة من الرياضات وهي رياضة كرة القدم. النموذج الثاني وهو لرياضة كرة المضرب، وصف قوانينها. يتنافس فيها لاعبان في مباراة فردية أو ثنائية، كل منهم يحمل مضربا ليستخدمه لضرب الكرة فوق الشبكة ليسقطها في منطقة الخصم. تاريخها ونشأتها، نشأت في إنجلترا عام 1873. أشهر أبطالها، هناك اللاعبان رافائيل نادال وروجر فيديرير، هما من أشهر أبطال كرة المضرب أو كرة التنس. أبطال المغاربة يلعبونها، هشام أرازي واللاعب يونس العناوي. الرياضة الثالثة أو الملصق الثالث ويتعلق برياضة الملاكمة، وصف قوانينها. الملاكمة أو الفن النبيل هي رياضة يهاجم فيها الرياضيان بعضهم البعض بقبضاتهم. تاريخها ونشأتها،
في بداية القرن الثامن عشر، يعني حوالي سنة 1700 و 1730، قام السيد جيمس فيغ بتأسيس أول نادي للمصارعة والمبارزة بإنجلترا. أشهر أبطالها الملاكمان محمد علي كلاي والملاكم مايك تايزن. أبطال مغاربة يلعبونها: البطل محمد ربيعي. إذن كما قلنا، فهذه تبقى عبارة عن نماذج لثلاثة رياضات. فالطريقة فهي بسيطة جدا، نقوم بإلصاق الصور على الورقة أو الملف، ثم نضيف لكل صورة معلومات رياضة وبعض أشهر أبطالها وأبطال مغاربة يلعبونها. كما قلنا، يمكن الحصول على هذه الصور من الجرائد أو من كتب قديمة، أو يمكن طبعها من الإنترنت. فالموارد فهي جد متوفرة. ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم إن شاء الله كل جديد، وبالتوفيق لكم.